الإنسان إخواني يعصي الله، الله يعطيه الطريق للرجعة، يعني يساعده شنو؟ يساعده أن يرجع. أكوت رحمة؟ أكوت شراب؟ آدم غلط، غلط وأخذ حكاية إبليس وطلع من الجنة وانطرد وصارت وصارت، الله شافه نادم ما قال لحير بروحك ترجع لطريقتك، لا. فتلقى آدم، هسه يا راح يلقي آدم، ما أدرتوا ياي، يا راح يعلم آدم شلون يرجع. سبحان الله، فوق ما عصى، فوق ما ارتكب المعصية، فوق ما خطأ، الله عافل وما عافل. سبحان الله. وهذا مو بس آدم، كل احنا همه. يعني الإنسان هسه من يريد يرتكب ذنب، يرتكب ذنب بالأشياء اللي الله انطاها له، يرتكب الذنب بالأشياء اللي الله انطاها له، قال لا تعصيني بها، استخدمها بطاعتي، راح استخدمها وين؟ الله يعطي الإنسان فلوس، الإنسان يعصي الله بفلوسه، الفلوس اللي الله انطاهن له. الله عز وجل ينطي الإنسان عين، الإنسان يعصي الله بنفس العين اللي شنو الوكاحة هاي؟ شنو هالجرأة هاي؟ يعصي الله بنفس العين اللي الله انطاها إلى، ما يستحي. مع ذلك الله يعلمه شلون، يقول له ابكي 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 حتى يعني اندم حتى أغفر لك. يبكي بيا عين، يبكي بعين، العين اللي انطاها ياهو، اللي انطاها الله. شوفوا انتوا جاي تتأملون وياي مدى رحمة الله.